aussi le débat à Rahis Jumhuriya مع الصحافة pour poser les questions. J'ai vu le débat pratiquement allez, une fois complètement et une fois je l'ai survolé donc goulou واحد ونص. C'est tout. كاين حوايج وكاين حوايج يا دي تريك ا دير حنا ماناش ديما دون لا كريتيك باش نتفاهموا كواك هو مسكين الله غالب عليه هو نقدر نعتبروه درويش ولا شيخ زاويه ولا برنوس حمر وكرسي هو قال الحكم ماشي برنوس حمر وكرسي مالوريزمون باش تبون انت برنوس حمر وكرسي لا بروف النجوم اللي حطهم لك ورا ظهرك اون ديري هذوك السحاري اللي كانوا يجيبوهم من ليكول بكري وحنا صغار في البريمير ولا سرك ولا والله حقيقة أن المسيو تبون شوف غدوة ما تشرب والو تنوض الصباح هاي طلهم قول لهم السيد اللي خير لاصال والكرسي اللي حطه لي جيبوا علقوا من رجليه علقوا من رجليه ما كانش حاجة كيما جيني خلينا من الريبونس نتاعو والريبونس نتاعو تاع قول لكم حاجة تاع عمي حمد الشيخ تاع الحومة ولا حاجة يخلط من 10000 طن ل 150 طن سي اون ايفولوسيون مي كومام مي قال مسكين قال بلي او فاتي ما تريز ريان دو تو قال لكم المنظومه فاشله المنظومه فاشله انت هو المنظومه دونك انت برنوس حمر وكرسي روح اهضر البارح هضر هذاك البارح بنادم هذاك عمهم سمعت ان باساج وين يقول فيه الدوله لا تتدخل كيف كيكونوا في العمليات الخيريه هادو باسكو كاين جمعيات كذا منا ومن بعد قال لهم ما تدخلش باسكو مش كيكون المجتمع المدني حي الدوله ما عندها ما تدخل شغل دوك انت اشكرك تشوف المجتمع الجزائري هذا حي ولا ما فهمتش انا دوك ولي برك اسمع أني شوف أني قلت لكم والله العظيم تبون كيما شادلي داكور كي تعود تكرهوك ما تحبش تسمعو بصح كي تسمعو بمخك بارفوا يقول لكم حوايج حقائق بزاف حقائق يا ربك أباك بارح سير لا بريميير فوا يعني نسمعو باش من جاتني لا باسيونس باش نسمع له باسكو جامي سمعت له بارح شغل هكا يا مريح سمعت شويه هكذا يا بو كوارث والله كوارث يا صاحبي بصح كيما تقول انت سيدي فيريتي شغل يقول لهم شي واحد صواله انا عجبتني هذه كان مجتمع حي حبيت نشوف اسكو المجتمع هذا حي ولا ميت ولا مجتمع مدني هذا اللي عايشين فيه ماشي غير هذه قال الصحفيين ديروا نقابه وقويه ولازم تكون قويه باه تدافع على مصالحكم وتدافع عليكم مع الدوله والله غير مرضي سمعوا الدوخ كيما شاد لي قال لك كنا نجو شبانا 100,000 طن والله ما عرفوا شيا وهبطنا 150 طلعنا 150 كشغل هم يضحك وهم يبكي exactly عشان كي تشوف عباد باريكزومبل كيما انت ولا كيما وسمو يديروا لي لايف وزوج عباد يتبعوا فيهم ونا واحد كيما هذاك رئيس الدولة كيما تاع رئيس الميديا عباك سي امبو توجع شويه في القلب شوف كيما قال لك الزعيم قال لك ابو جره سفير في المانيا كي قريتها جاني الفرتيج الفيس اللي خرج للخارج التنظيم الخارجي تاع وين كان في المانيا شتوتغارت مانهايم سيتي لا باز نتاع الخوانجيه في المانيا منهم رابح كبير من جماعه بزاف الماليه والتسليط نتاعهم كامل من المانيا
والتمويل كان يجي من الله هكذا صح. داير سواتيزون كما يقول سمراوي على ايبوك اسماعيل وكذا بور لي كي دايره بحكي بير باو اون اوبيراسيون اون المانيا اكسترا. ولاد عباسي مدني وعباسي مدني وين لي زانفستيسمون تاعهم؟ في الانجليز تبدا بكذا؟ لا 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 في الالمان. لا لا في الالمان وفي الخليج. في الالمان وي باساج بار الالمان اوبليغاتوار. علاش؟ ما نجاوبوش على السؤال هذا علاش الالمان؟ الالمان عندها خاصيه سبيسيال. ميتنون ابو جرى السلطاني اللي فيليسيت الطالبان بالاستقلال نتاعهم واللي الحزب نتاعو غادوا الحال على الغنوشي وبعثوه للالمان وين كاين اقوى جاليه جزائريه مغندفه اسلاميه الالمان. صح اباك دوك السيد هذا اللي بعث لي الشغل لا فوتو هذه تاع واش قلت له جاني الضحك نضحك ومن بعد قلت له انا راني نشوف ان بوتونسيال زيطوط على 30 سنه جايين كيف فهمت شنو قلت لك ما نورمال نورمال عادي جدا عادي نورمال مو فهمتني بيان سير فهمتك وجست كي قلت لي انت كي زدت قلت لي انت شغل لي زيس لاميست باساج في المانيا هذيك شغل تقدر تقول كونفيرمي لي تخمامي اللي في راسي ما راه خلاص كونفيرما تخمامك اخي وحده وحده خاليه راك في الصيف العاليه دقيقه